بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض النهارده اخر محاضره في الاكسل باذن الله. هنتكلم في اللاي اوت ومشتقاته والفيو والداتا. لو جينا هنا هنلاقي نفسنا بنتكلم في حاجات يعني تعتبر ان احنا خدناها قبل كده. اول حاجه المارجن. واحد يقول طب الورد كانت المارجن ظاهره قوي، هنا المارجن هنفهمها ازاي؟ قال الموضوع بسيط قوي، اروح لتاب اسمها فيو تمام واقول له بيج بريك بريفيو. هنا بيقول لي ايه الرساله دي؟ يو كان ادجست، انت تقدر تعدل الفواصل الصفحات من هنا. اقول له دونت شو ودوس اوكي. بيقول لي الكلام ده واخد ادي صفحه 2 3 3 صفحات من المنظر اللي احنا شغالين تمام. و لما اروح برينت اشوف ان الكلام هيطبع بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. اوكي فيها مشكله دي؟ طيب البيج لاي اوت بقى، انا ممكن اخش على البيج سيت اب من هنا او من هنا. الجزء ده كله اسمه ايه يا جماعه؟ بيج سيت اب. نلاحظ ان الصفحه بقت بالمنظر ده دلوقتي. المارجن بيتسمع فين؟ انا عندي اشكال نورمال ولا وايت ولا نارو، كل شكل فيهم كده. من اول الخط ده لجوه ده الجزء اللي احنا بنستخدمه في الكتابه. من اول فين لفين؟ من اول الخط لحد ايه؟ جوه الصفحه. ده الجزء اللي احنا بنستخدمه في الكتابه. بيقول ان الطب بتاعك 3/4 بوصه والليفت 7 بوصه 7 من 10 بوصه يعني حوالي برضه 3/4 وهكذا. والفوتر 3 من 10 والهيدر والفوتر 3 من 10 تمام. هنا لا ده هنا اكبر، ده واحد بوصه والهيدر والفوتر نص بوصه، ده مساحه كبيره. طب النارو؟ لا النارو اقل. بيقول ان التوب والبوتوم 3/4 زيها زي مين؟ والليفت والرايت ده ربع، ده حاجه قليله خالص. طب تعالى اختار مثلا دي كده. قبل ما اختارها تعالى في فايل برنت. هنا انا عندي كام صفحه؟ طالع لي كام صفحه؟ ثلاثه صح؟ طيب تعالى من هنا واقول له ايه؟ الوايت. هنتخن الدنيا شويه. طالع لي على نفس الصفحات، واحد يقول لي طب ايه لما حصل حاجه صح؟ الفكره كلها ان ايه اللي حصل؟ ان هي الصفحات المساحه البيانات اللي فيها قليله. تعالى نختار بقى كده النارو ونشوف البيانات. ادي اول صفحه، ادي تاني صفحه، ثالث صفحه اللي كانت لحد هنا. بص لفين؟ يبقى هي البيج سيت اب مش هتسمع هنا، بتسمع فين؟ في البرنت بس. واضحه الفكره؟ طيب اورينتيشن الاتجاه بورتريت ولا لاندسكيب؟ السايز مثل الورق زي الورد. ايه البرنت اريا دي بقى؟ لما اعمل كده تمام واقول له برنت اريا سيت برنت اريا، شايفين اللي حصل؟ بمعنى ان انا لو رحت الفايل برنت قال لي دي صفحه واحده وهي الجزء ده بس. حد فاهم اللي حصل؟ اللي حصل ان انا حطيت منطقه معينه مهما تعمل في الشيت مفيش حاجه هتطبق غير الجزئيه دي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ قال لي روح قول له كلير برنت اي، رجع لي الدنيا زي ما كانت. واضحه الفكره؟ كلير ايه؟ برنت اي. طيب واضحه الاثنين؟ يبقى سيت وايه؟ وكلير. بريك بيد بريك اضغط كده فاكرين؟ زي الورد بالظبط، زي فكره الورد. طب باك جراوند دي بتعمل ايه؟ اضغط عليها وتعالى نجيب صوره وليكن مثلا صوره الكولا. واحد يقول مفيش حاجه حصلت، احنا قلنا الحاجات دي بتسمع فين؟ في البرنت. لحظه اهي
بص انا مع اللي بيسمع في البرنت مش دي، ده حاجة تانية. اسف دي اسمها ايه؟ بص اخر الجملة بيقول لي choose an image to display as background of the sheet. طبعا مش هتسمع في البرنت، هتسمع في الشيت كرؤية. نقدر نعملها منين؟ احنا كان في بعض الادارات تبقى موجودة هنا، وكان في اصدار 2003 كنت هتلاقيها في فورمات شيت باك جراوند. تمام؟ طيب برنت تايلز لما اضغط كده ايه فكرتها؟ بص يا شباب ركز معايا قوي في الحته دي. لما اعمل برنت اول صفحه هنا فيها الاسم والعربي وعلوم ومش عارف ايه، صح؟ طب اقول له نكست. هي دي مادتين. ارجع دلو ماشي. طب دي بتاع ايه؟ اضطر ارجع. وانا طب ده احنا في ثاني صفحه، لما اخش بصفحه 10 ولا 20 هقدر ارجع اولها؟ لا، ده انا عايز التايتل ده، العنوان ده يجيني في اول كل صفحه. نعمل ايه؟ ركز معايا، تعال اضغط هنا. بيقول لي رو تو ريبيت ات توب، صف متكرر فين؟ ات توب. المؤشر شكله عادي، اضغط هنا تمام وروح حدد الصفحه ودوس اوكي وتعالى نعمل برنت بريفيو. اول صفحه ظهرت فيها نجست وصلت. فهمنا عملنا ايه؟ تاني بقول برنت تايلز تمام، واجي اضغط هنا واروح محدد الجزء ده وادوس ايه؟ اوكي. وهكذا لو عايز اعمل كولم، لو هي الموضوع ماشي بالعرض وعايز اعمل كولم فبختار ايه؟ هنا واروح احدد مين؟ الكولم. ايه اللي بيحدد لي الورقه ماشيه بالعرض ولا بالطول؟ اهي بص انا ماشي ازاي، بيقول لي داون ذا نوفر، يعني 1 2 3 4 5 6 بعد كده يطلع 7 8 9 وهكذا. طب كده واصله؟ فيها مشكله مع حد؟ تمام. طيب تعالى اقفل هنا في البرنت ومنها نجيب بيج سيت اب على طول. لاحظ ان هنا دي ما بقتش شغاله على فكره. البرنت اريا اهي يا جماعه، لان دي نافذه الرئيسيه اللي احنا عمالين نلعب فيها من بدري. البرنت اريا مكانها هنا، ممكن نخش نحددها هنا. طيب ده مش مهم دلوقتي بالنسبه لي. المهم ايه؟ هو فين الجدول؟ مش ملاحظ ان في تقسيم الجدول هنا؟ طب نقسمها ازاي؟ قال لي اعلم على الريل لاين. بص كده، ده في مشكله ثانيه. ايه هي؟ انا عايز هي فين A B C D 1 2 3 4؟ قال لي علم هنا. تمام؟ دي ايه معناها ايه؟ قال لو انت من الالوان في الشيت يجيبوا لك كله ابيض واسود. اشمعنى؟ قال لي لان الابيض والاسود في طباعه الابيض والاسود بيبقى قوي. لما اخلي مفيش الوان طالما هطبع انا ابيض واسود يبقى اللون الاسود قوي قوي. اما لو انا عامل الوان وهو يطبع ابيض واسود بيحتاج درافت كواليتي، دي حاجه خاصه بالطباعه بيقوي الطباعه بتاعتي. دوس اوكي. ايه اللي حصل؟ يبقى دي ايه اللي ظهرتها؟ من فيري سيت اب شيت بعلم على رو اند كولم هيدنج. لاحظ ان دي اتشالت رغم ان احنا كنا دايسين عليها، صح؟ حد يعرف ليه؟ قال لي بما ان مفيش اسم الوان فهو بيحذفها خلاص، مش محتاجها. واضحه الفكره؟ طيب فين السيل ايرور، الاخطاء اللي كانت بتظهر لنا في الخلايا في المعادلات؟ لو هنا قلت له ديسبلاي هتبقى ظاهره، لو قلت له بلانك هات لي مكانها فاضي او هات لي مكانها شرط او هات لي مكانها المنظر ده. واضحه الفكره؟ طيب الكومنت، عارفين الكومنت ده بنعمله ازاي؟ تعال نشوف. في انسيرت في هنا كومنت، طب فورميولا فين الكومنت؟ طب في داتا فين الكومنت؟ طب فيو فين الكومنت؟ فين الكومنت؟ قال لي ده في ريفيو، ده مرجع ليه؟ الريفيو ده حاجه ريفرنس كده، المرجع. انا عايز اقول هنا مثلا حط كومنت، ايه هو؟ قول له نيو كومنت واكتب له الكلام اللي انت عايزه واضغط. لاحظ ان هي كده
لما اقف عليها بتظهر. عندها دائمة الظهور رايت كليك عليها واقول له ايه شو هايد كومنت، تفضل ظاهرة كده بس في الطباعة مش ظاهرة. طب نعمل ايه؟ تعالى من هنا في شيت بيقول لي كومنت نان، هتلاقي اختيارين at end of sheet في نهاية الشيت ولا as display on sheet. انا طلع في مكانها، واضحة الفكرة؟ تمام مش مع حد؟ جميل. يبقى الكومنت منين؟ من الريفيو. واحد يقول لي طب في 2003 تفين تفين سيرت تمام؟ طيب ازاي ادلت الكومنت؟ قال لي رايت كليك وقول له ديليت او ايدت ان انا اعدل فيه. طب انا هقول له رايت كليك وديليت كومنت، اختفى الايه؟ الكومنت تمام؟ طيب ايه الوايد والهايت اوتوماتيك؟ حد فاهم؟ قول له تو بيج، قول له بيج ريت بريفيو، وتعالى خد البيانات دي كده وهنعملها بالعرض. بيقول لي سكيل تو فيت، حد هيفهم حاجه؟ تعالى نشوف هما دول كام صفحه توتال. قال لي كده، قال لي ستة صح. قال لي في السكيل هنا في امكانيه ان انا اقول له في الوايد. يعني ايه في الوايد؟ بص كده هما كام صفحه جنب بعض، ركز معايا كام صفحه جنب بعض. قال لي 1 2 صح، 2 جنب بعض صح. جميل. وكم صفحه تحت بعض؟ 3. بس في جزء كده مهدر يعتبر، قول له خليهم لي في الوايد في العرض صفحه وفي الطول صفحه، فاصبح كل البيانات دي في ايه؟ في صفحه واحده. يعني لما اعمل برنت بريفيو بيقول لي ان البرنت بتاعتك 1 بيج بس. طبعا شايف البيانات فيها عامله ازاي؟ جميله جدا، واضحه فيها المشكله دي. طيب يبقى الجزء ده كل الكلام ده بقى موجود فين عادي؟ انا لما طلعت هنا ادي البورتريه واللاندسكيب، ادي فيت تو بيدج وايد وبيدج تو تمام، ودي نسبه البيانات لو هي 35%، قول له 100% 50% 60%، وده حجم الورقه اللي كانت بره. المارجن في حاجه في المارجن بقى ما كانتش موجوده بره هنا، ايه هي؟ سنتر اون بيج. خلي دي اوتوماتيك ودي اوتوماتيك، مفيش حاجه ترجع زي ما كانت صح؟ رجع دي 100%. كل دي زي ما كانت اهي صح؟ جميل. ايه بقى الكلام ده؟ بص يا شباب لما بعمل برنت بريفيو تمام؟ احيانا تلاحظ ان الكلام موجود فوق على اليمين. اعمل بيج سيتر وتعالى في المارجن، شايف الكلام موجود فوق على ايه؟ على اليمين. قول له سنتر هورزونتال، يعني سنترها ما بين اليمين والشمال، وفيرتيكال ما بين فوق وتحت. يبقى ده الكلام فين؟ في نص الصفحه بالظبط. واضحه الفكره؟ في مشكله مع حد؟ جميل. طيب الجزء ده اللي هو الشيت رايت تو ليفت اتكلمنا فيه قبل كده تمام، بيقول لي هنا الشيت اوبشن لما اضغط عليها تمام، اللي هي بقى امكانيه الحاجات اللي هي موجوده هنا موجوده برضو ايه عندي هنا. طيب بمعنى قال لي كبر كده بقى له ديد لاين ما تشيلها من هنا، دي امكانيه ما كانتش موجوده في 2003. ايه بقى؟ ان انا ممكن اشيل الجريد من الفيو، رجعها نورمال من فيو وشيل من هنا ديليت باك جراوند، مفيش تقسيمات ما الا الخطوط بتاع الصفحات. طب اعلم هنا، طب لما اشيل دي ده انا شلت الاي والبي والسي والكلام ده، بس منين؟ من الفيو، بس لسه موجود في ايه؟ في البرنت. دي بقى برضه موجوده فين هنا؟ يبقى الصفحه دي مهمه جدا، البيج سيت اب. جميل قوي. الجزء ده طبعا احنا اتكلمنا فيه قبل كده، عايزين نعيده تاني في الوورد.
فهمت. هيدر وفوتر خدناها المره اللي فاتت، خدناها في الورد. تعال نشوفها هنا بقى عامله ازاي. واحد يقول لي طب انت ليه ما قلتهاش قبل كده؟ اصلا هي موجوده هنا في بيج سيت اب. ايه فكرتها؟ قول له كاستم هيدر. وتعال هنا، حرف الاي ده بيفكركم بحاجه، ده فورمات فونت. قول بولد وكبر حجم الخط وغير اللون. ده احنا هنطبع ابيض واسود، مش محتاجين نغير اللون. وحط له اندرلاين لو محتاج سنجل او دبل، وقول له اوكي. وتعالى اكتب ان عربيك. تمام. هنا على الرايت قول له تمام. مثلا هنا عايز احط لوجو، شايفين العلامه دي اسمها ايه؟ انسيرت بيكتشر. وكانت مشكله عندنا في 2003 على فكره ان احنا ما بنعرفش اسم النافذه دي، انا ما اعرف عليها كده مفيش اسم. عايز اصغر بقى الحجم لان هي قلت مشكله. لو نفتكر في الوورد لما كنا بنعمل انسيرت في الهيدر والفوتر كانت بتنزل لي بحجمها الكبير، كنا بنضطر نصغرها. نصغرها هنا ازاي؟ اضغط هنا ادي الحجم، بيقول لي ده 8 بوصه في 10 بوصه، ده حاجه مهوله. صغر، لاحظ ان الاثنين بيصغروا مع بعض ليه؟ اصل احنا معلمين على لوك ايه؟ اسبكتد ريشن. دوس اوكي. اوكي هذا المنظر هيطلع كده. وقول له كاستم فوتر. تمام. وتعالى هنا عشان ادي رقم الصفحه وادي اجمالي عايز الايه؟ مثلا هعمل له كده اكتب له بال صفحة كم؟ واحد، ده رقم الصفحة اللي احنا فيها. من بيجز، يبقى صفحة بيج، ادي بيجز، تمام؟ هنا ادي التاريخ والوقت. الحاجة دي كنا بنعملها ازاي في الوورد؟ انا عايز احط اسم المستند اللي احنا طالعين منه اللي هو الاسم ده. علشان اللي بيقرا الشيء يعرف المستند ده مطبوع منين. ادي العلامة اسمها ايه؟ انسيرت فانين. ودوس اوكي. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ودوس اوكي. تعالى كده اقول له فايل برنت. واحد يقول لي اه الدنيا باظت هنا. دي تتعدل منين؟ من المارجن. عندي هيدر زود مساحته وفوتر ولا قلل الفوتر؟ ايه ده غريبه صح؟ قال لي ما هنا الموضوع مش زي العادي، لما ازود الفوتر هيزق لي الجدول. امال ايه اللي هيزق الجدول؟ قال تعالى هتقلل الهيدر هيطلع لفوق. طيب واعمل ايه؟ ازود الفوتر المارجن من المنظر ده. ايه اللي حصل هنا؟ مع الاحتفاظ طبعا لو احنا عاملين الصف اللي فوق حته العنوان فاكرينه؟ الجزء اللي فوق يظهر معاك كل الصفحات. ده منظر صح. يبقى احنا كده ادي كل الفكره اللي موجوده عندي في ايه؟ في بيج لاي اوت. بالنسبه لداتا احنا قلنا هناخد منها بس ايه؟ فاليديشن اللي هي الليسه المنزله اللي احنا عملناها قبل كده. ريفيو زيها زي الوورد اللي قلنا منها نيو كومنت. في بس حاجه جديده هنقولها دلوقتي بسيطه جدا. انا لما باجي اعمل مثلا حاجه زي اف، ار2 ريكزام فاس دي مالك. وهعمل ايه؟ اشتغلت صح؟ لاحظ ان انا لما بقف هنا ايه اللي بيحصل؟ بينزل لي ايه؟ المعادله صح؟ قال لي تعالى حدد ده كده.
واقول له في الهوم افتح اي واحده من الناس دي وروح على حاجه اسمها بروتكشن، واقول له لوكد وايه وهيدن. ركز ده معايا، في حاجه اختفت؟ لا. ايه عامل الجنان ده؟ روح بقى دلوقتي للريفيوز وقول له بروتكت ايه شيت، واكتب له باسورد، وعيد كتابه الباسورد ده ودوس اوكي. ايه اللي حصل؟ اقول لك مفاجاه كمان، روح على الهوم هتلاقي ان ثابت الفورمات كلها مش شغاله. طب استنى، هي على الجزء ده بس ولا على الشيت كله؟ قال لي على الشيت كله. ليه؟ لان احنا هنا قول له ان بروتكت وحط الباسورد. هنا لما عملنا بروتكت allow user of the worksheet to selected، يختار الانلوكيد وايه واللوكيد، يختار الخانه المقفوله واللي مش مقفوله. هي مين اللي مقفوله ده بس؟ صح. طب لو شلت العلامه دي وكتبت 1 2 3 4، تخيل ان مجرد ان انت تختارها اصلا مش هتعرف. اختار اي حاجه تانية؟ واحد يقول لي ايه ده؟ يعني ايه اللي حصل؟ قال لي مفيش اختيارات. طب الشيت الجديد؟ لا هنا عادي، احنا حامينا مين بس؟ يبقى لمجرد ان انت تختار خليه، مش هقول لك ان انت تعمل تنسيقات، لا، لمجرد ان انت تختار خليه مش هيتم. فبالتالي انت حميت الشيت بتاعك بشكل ايه؟ كامل. واضحه الفكره؟ هفك ازاي؟ ريفيو وان بروتست واكتب 1 2 3 4 وادوس اوكي. صعب الكلام؟ فيها مشكله؟ كده احنا رجعنا للطبيعي بتاعنا وشفنا المعادله بتاعتنا. فيو طبعا دي اوضاع الرؤيه، ده هيظهر ايه؟ فورميولا بار ولا الهيدنج ولا الجريد لاينز اللي هي كانت موجوده فين؟ تعالى هنا معانا تاني. تمام، الزوم بتاعنا في السلكشن ده كبرنا لاكبر حاجه. اشمعنى؟ يخلي السلكشن هو اكبر حاجه عندي. بمعنى تعالى روح حدد جزء وقول له ايه؟ زوم، اختار في السلكشن ودوس اوكي. الجزء ده يملى الشاشه. الجزء ده يعمل ايه؟ طب خلي كده واقول له ايه؟ فيت سيلكشن برضه. يبقى فيت يعني احتواء للسيلكشن، يحتوي السيلكشن بس. هنا 100% يخلي المستند ب 100%. زوم تو سيلكشن يقرب لي بس السيلكشن، يبقى لما اعمل كده اعمل كده يقرب لي. طب هكبر كمان واعمل كده يقرب لي. هكبر كمان كمان واعمل كده يقرب لي. واضحه الفكره؟ فيها مشكله؟ الويندو اللي عليه نفس الجزء ده نفس موجود في ايه؟ في الوورد اللي احنا خدناه في الوورد. كده بقى احنا ختمنا الاكسل.